اهلا وسهلا بيكم، اهلا وسهلا بكل اللي هيشاهد الفيديو، بكل متابعيني، بكل اللي هيستمع الفيديو. اهلا وسهلا بالجميع. موضوع مهم جدا للي عاوز يدخل العلم الروحاني، الكتير بيسأل عنه. كنت عملت قبل كده فيديو عن يعني ان انت ازاي تستكشف عن اللي قدامك، الكشف بالعين، كان الكشف بالعين فقط، انما الموضوع ده متقارب منه جدا. كيف تصبح روحانيا؟ ازاي انت تبقى روحاني؟ في ناس كتير قوي السؤال ده بيدور في قلب مخها وبتدور له على اجابة. في ناس كتير بتجاوبها غلط، وفي ناس كتير بتجاوبها بطرق مختلفة، ولكن احنا النهاردة هنوصل مع بعض لحد اجابة مقنعة ولحد ما صحيحة، او دي الاصح على يعني على ما اعتقد يعني في الاجابات. كيف تصبح روحانيا؟ الانسان الروحاني هو الانسان اللي بيتمتع بالمام كاف، بكافة العلوم اللي وراء الطبيعة، بيتمتع بالمام كافي بعلوم اللي وراء الطبيعة. يعني لازم انا اكون عندي علوم اللي وراء الطبيعة، مش الحاجات الموجودة في قلب الطبيعة. في ناس ما تعلمتش خالص وما عندهاش اي نوع من الثقافة او التعليم، ولكن بالفطرة بتاعتها، بالفطرة الربانية، هي روحانية وهبة من عند الله، بتعرف الأمور الخفية واللي وراء الطبيعة. يعني مش يشترط هنا مقياس العلم، بس أغلبهم طبعا أو الأكترية منهم لازم بيكونوا بيعرفوا يقروا ويكتبوا. إيه هي العلوم اللي ما وراء الطبيعة؟ الميتافيزيقيا. الميتافيزيقيا، إيه الميتافيزيقيا دي؟ كتوارد الخواطر، يعني يكون عندي أهم شيء وأهم صفة توارد خواطر. وبنتعلم بعد كده حاجات تانية بتكون عند البعض سهلة، وفي اللي بيبدأ يتعلمها بيبدع فيها أو بيكون فيها لدرجة أولى. يعني برضو حتى لو اتعلمناها دي بتعتمد على الموهبة، ولكن هي لازم يعني تدرس وتعلم. زي قراءة الكهف، لازم نعرف الرموز اللي في قراءة الكهف، ودي لها مدارس وممكن نقراها عن طريق كتب كبيرة، ولازم تجرب مرة واتنين وتلاتة لحد الموضوع ما بيبدأ بالممارسة، يبدأ صاحب المهنة دي يكون أستاذ فيها ويكون خلاص على دراية تامة باللي في الكهف. تاني حاجة، ودي انا بعتقد انها اصعب حاجة، قراءة المندل. في اللي بيجيب طبعا النزور ومش نزور لا، انا بعتقد ان الروحاني الاساسي اللي بيشاهد المندل بنفسه. يعني ايه بشاهد المندل بنفسي؟ يعني المندل مثلا في مية، في زيت، في حاجات معينة، اول ما بيبص الروحاني فيه وبيسأل حاجة بيعرفها، وفي الأغلب بتكون حاجات روحانية. يعني اللي قدامه ده في مشكلة من أنهي نوع، في مشكلة إزاي، بس هو في الأغلب هو بتبقى برضو يعني اللي بيبدع في الموضوع ده بيبقى عنده وهبة من الله وبيكتشفها تدريجيا، وبرضو مع التعليم بتنمو عنده جدا، فهي وهبة من الله. الإنسان اللي مثلا مش موهوب أو مفتوح عنه البصيرة والحجب، طبعا بيجيب طفل صغير وبيبدأ يقول عليه كلام ويقرأ عليه، ولكن أنا بعتقد إن ده يعني ما يعتبرش روحاني أوي، يعني فهو مش مكشوف عنه الحجب، ده غير إن هو لو حاول يقرأ بيتعب وبيتأذي، فما بينفعش أبدا إنه يقرأ هو بنفسه المندل. استقراء المستقبل،
ان انت بتقرا المستقبل، بتقرا المستقبل عن طريق ان انت بيجيلك توارد فكري وخواطر، او بيجيلك زي احلام يقظة اللي هي برضو الخواطر، يعني بيتهيأ لك ان بتشوف حلم بس وانت صاحي، وان في حاجة معينة بتحصل، وممكن برضو الشخص نايم. فهي دي بتكون اهم حاجة في الموضوع، انه بيقرأ المستقبل، بيعرف يعني فلان ده هيموت، فلان ده هيتجوز، عن طريق الاشياء دي، احلام يقظة، بيقرأ المستقبل وبيقول بالاسم ان فلان ده هيحصل له كذا وكذا. التمتع بمعرفة كافية كل شيء متعلق بالنفس البشرية ونوازعها وصفاتها المختلفة، ان انت تبقى عارف كل حاجة عن الانسان، بيفكر ازاي، صفاته المختلفة. التمتع بقدرة كافية على التأثير في النفوس، يعني اي انسان روحاني بيبقى عنده موهبة انه يأثر في النفوس وفي الشخصيات المختلفة. كل طبعا انسان بيختلف عن الاخر، فهو يكون بيقدر يأثر في الشخصيات دي المتعددة الامزجة ويتعامل معاها، ويبقى عنده قدرة كبيرة في انه يأثر عليهم وانهم يستمعوا اليه. دي بتكون اكبر واهم صفة في الروحاني. ده ما يجيش ابدا الا بوجود امكانية وقدرة عند الروحاني موهوبة من الله. فدي اهم صفة، اللي هي بتبقى وهبة من عند الله. الخبرة على تقمص النفوس والشخصيات المختلفة، ان انا اللي قدامي ده اقدر ان انا استوعبه واعرف بيفكر في ايه، واتقمص شخصيته عشان اقدر افهم هو بيقول ايه وبيفكر في ايه وعنده مشاكل ايه وكده. مع الالمام الكافي بكل اللي هيتعلق بامور الجن والاشباح، ايضا الاشباح والجن لازم اعرف عنهم كل صغيرة وكل كبيرة، صفاتهم ايه، بياكلوا ايه، بيعيشوا فين، الجن ده اللي في الحمام نوعه ايه، الجن ده اللي عايش في الخرابات نوعه ايه. لازم ادرس كل الكلام ده عشان اما اتعامل مع شخصية اعرف اللي بيأثر عليه انهي نوع من الجن او الاشباح او العفاريت. كمان دراسة اسماء الملوك، ملوك الجن، ملوك العفاريت، لازم نكون بندرس كل واحد على حدة، امزجته ايه، لبسه ايه، حتى علشان لو شفناه كخيال او كرؤية يقظة، رؤية نوم، نبقى عارفين احنا بنتعامل مع مين، او اللي ظهر في التوقيت ده مين. لكي يصبح الانسان روحاني يجب ان يتوفر فيه الميزات اللي هنقولها دلوقتي. عشان تبقى روحاني لازم تتوفر فيك الميزات اللي جاية. اول حاجة، اول صفة، الخبرة الكافية بطبائع النفوس المختلفة، وما يترتب عن هذه الخبرة عن معرفة بكافة السلوكيات وردود الأفعال المختلفة، قوة الشخصية والقدرة على التأثير في الآخرين والسيطرة عليهم تماما. 3، الإلمام ببعض أو بكل فروع علوم ما وراء الطبيعة، الميتافيزيقيا، منها ما يلي اللي هنقوله: توارد الخواطر، قراءة الأفكار. هذه دي طبعا اللي عايز ينميها لو هي مش متنمية عنده، أو لو في حاجات بسيطة منها وعاوز ينميها، بينميها بالدراسة، ولها المدارس الخاصة ولها أساليب مجربة وفعالة. قراءة الكف والطالع واستقراء المستقبل وعلم الفلك.
تفسير الأحلام. لازم أي روحاني يكون بيعرف يفسر أي حلم هيتقاله، وهناك الكثير جدا. لو أنت عندك الموهبة ومش عارف تتخصص فيها قوي، في كتب كتيرة قوي في المجال ده. المعرفة التامة بكل ما يتعلق من معلومات حول الجن والأشباح والعفاريت والأرواح والملوك. ممكن دي بقى صفة تتعلمها أو ما تتعلمهاش، ولكن هي الأغلبية بيتعلموها التنويم المغناطيسي. علما ماديا خرج من دايرة العلوم وما وراء الطبيعة، هو علم له أصول ومبادئ معظم الروحانيين اليوم بتتعلمه وبتدرسه. اليوجا أو اليوغا دي أحد الطرق للسيطرة والتحكم في الذات البشرية اللي هتكون قدامك، وهي من أحدى ركائز دي اللي بيركز عليها جدا جدا الكثير من الروحانيين حاليا، واللي هي أهم ما في موضوع الروحانيين. لازم نتجنب على قد ما نقدر التعامل مع الجن، خشية السقوط في دايرة السحر الأسود. يعني ما نتعاملش مع الجن ده ليه؟ علشان ما نقعش في دايرة السحر الأسود، لأن ده طبعا محرم. اللي عايز يتعامل بيشوف مشايخ ويشوف طرق معينة عشان يتعامل مع النورانيين وليس مع الشياطين. وهنا اللي بيقع فيها للأسف الأغلبية اللي بيدخلوا في المجال ده، إن طبعا لازم يعرف إن أمورهم طريقة حياتهم، يعرف هما بيتعاملوا ازاي، عشان يعرف عنهم كل حاجة عشان ما يقعش في الدايرة دي وفي التعامل والتواصل معاهم. المقصود هنا بيهم اللي هم الكفرة وليس المؤمنين، لأن في طبعا من الجن كتير مؤمنين ومسلمين وموحدين ونورانيين وعلويين. ولكن هنا الخوف أحسن تخدع وتقع في دايرة السحر الأسود، وتقع في اللي هي دايرة إبليس والعياذ بالله. فالموضوع هنا التعامل مع الجن بيكون صعب، بيكون عايز مشايخ مسلمة نورانية لو حد عاوز يتعامل في الموضوع ده. وهنا بيشترط عليه عن طريق يقظة منام انه طبعا ما يأذيش اي مخلوق في الدنيا، ويعالج ويحل مشاكل الناس ليس اقصى، ولا يأخذ اي مبلغ مادي. كل اللي يطلب المبالغ المالية الكبيرة اعرف ان هو في دايرة الجن الاسود. الروحاني هو انسان تسامى على الماديات، وبيتميز بخيال رحب. لازم يكون عنده خيال وعالم تاني جوه خياله، هو ده بالنسبة له بيكون الواقع في العالم اللي وراء الطبيعة. يكون عنده خيال رحب وخاصب واسع، ومقدرة على تقمص كل الشخصيات اللي هتكون قدامه. عنده ذكاء كبير وعالي وذهنية متوقدة ومتيقظة دائما. على الروحاني أن يكون متمتع بالجراءة والشجاعة، عدم الخوف من المجهول. هيكونش أبدا أبدا بيخاف من الأشباح ولا العفاريت، دي أهم نقطة في الروحاني. الحدس والحاسة السادسة صفتان بيتلازموا مع كل روحاني. لازم يكون عندك الحاسة السادسة اللي هي موهوبة من ربنا، اللي بيفتقدها لا يصح له أبدا أن يلقب بروحاني ولا يدخل في مجال الروحانيات على الإطلاق، بل هيكون دجال صريح وأقرب للدجل. يعني عشان تكون روحاني لازم يكون أهم نقطة يا إخوانا الحاسة أو الحدث والحاسة السادسة دي، أهم شيء. دي كانت أهم
اشياء عن الروحاني. لو انت عاوز تكون روحاني وما عندكش الحاسة السادسة يا ريت تبعد عن المجال ده، ولو عندك الحاسة دي نميها وادخل في المجال ده. الروحاني مش اللي بيقوله الجن والأشباح والعفاريت كل حاجة، لا انت هتسمع بدون أذن وهتشوف بدون عيون، هتبقى دايما على دراية تامة بكل شيء، هتسمع بدون أذن وهتشوف بدون عيون. دي كانت أهم الأشياء لو أنت عاوز تكون روحاني. وزي ما قلنا لو أنت عندك الموهبة والحاسة السادسة هتكون روحاني، وأنت ربنا وهبك الميزة دي. ما عندكش يا ريت تبتعد تماما عن المجال ده وعن إنك تكون روحاني. يعني الروحاني مش من يتعامل مع الجن والأشباح والدجل والشعوذة، الروحاني هو إنسان عنده إلهام عالي، بيرى بدون أعين، بيسمع بدون أذن، عنده بصيرة عالية 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 جدا ومنذ بداية منشئه. وشكرا جدا لاستماعكم، أتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش مشاركته، وأتمنى لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش باللايك. شكرا جدا جدا لاستماعكم.